اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتولي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات والاسئله والاستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب، جامعه عين شمس. اهلا وسهلا دكتور. استاذ حسام، اهلا بيك. ترجع هنتكلم في ايه النهارده؟ والله النهارده انا لا استنى، انت عارف هنتكلم في ايه النهارده سيادتك؟ لا انا اتعودت عليك اني على طول انك انت حاضر وذهنك حاضر. لا يا استاذ، لحد دلوقتي ما كررتش هنطلع فيه على فكره. بس انا في حاجه كانت شغلاني. طب زي بعض والله العظيم. لسه انا تملي بتجيلي الفكره اول ما بيركبوا المايك. جميل ما شاء الله. ان طلع مرض السكر ده مش مرض سكر. انت اديتني معلومه يعني قويه جدا. اخر حلقه اللي قلت لي ان مرض السكر ده مش هو مرض السكر. ده المرض ده عالج بألف مرض وليه اسبابه وليه اتصالات. يعني مريض السكر ده لازم يجري ورا ازاي وصل لمرض السكر. هو يعني هو فعلا جسم الانسان بالكامل يعني. هو حضرتك الاضطراب الداخلي اللي جوه الجسم، يعني الى هذه اللحظه النوع الثاني من السكر اللي هو بيجي في معظمنا بيمثل 90% من حالات السكر ملهاش سبب واضح. ولكن يعني ايه؟ يعني مثلا مش فيروس، مش بكتيريا، مش نزيف، مش تجلط. لا، الفكرة ان في عمليات حيوية بتحصل جوه الجسم ما بقتش طبيعية. طب ايه العمليات الحيوية اللي جوه الجسم اللي بتشتغل؟ العمليات الحيوية دي عبارة عن تفاعلات. زي ما حضرتك كده مثلا بتضع المية، الملح جوه المية وتدوبه. ده يعني سمي هو تفاعل، لكن نسميه تفاعل. المية، الملح الذاب في المية او السكر ذاب في المية. تمام. ناخد اول اتصال كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمد من الجيزه، السلام عليكم. ام محمد من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك يا ام محمد، خير ونعمه والله. اكلم الدكتور. اتفضلي، الدكتور معاك اهو. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك انا كلمتك الاسبوع اللي فات وقلت كنت بقول لك الانسولين باخد 40، انا عندي سكر وباخد 40 ميك ستارد وما كنتش باخد حاجه اخر النهار، وكان السكر بيديني بعد الفطور 170. حضرتك قلت لي خد سلوفاش 1000. طيب. قبل الغدا خدت، بسم الله ما شاء الله، دلوقتي بعد الاكل بيديني 120 140. حضرتك انا ممكن اسال سؤال؟ هو السلوفاش ده مش بتعب الكلى؟ ممكن اخده على طول؟ قولي لي حضرتك، في ورم في رجليك او ورم في وشك؟ لا خالص لا، وانا بحلل على طول وزاره كلى وزاره كبد كويسين الحمد لله. لا ان شاء الله امشي عليه 6 شهور او سنه وادعي لنا دعوتين ساعه صلاه الفجر كده. بدعي لك والله يا دكتور محمد من ساعه. طب في بديل له يكون يحافظ مثلا شويه انا ممكن اجيبه؟ لا على ايه، هو كده ربنا كرمك خلاص الحمد لله. تمام، الف سلام عليك. الحمد لله، شكرا يا ام محمد على الاتصال وبالشفاء على طول دايما يا رب. ناخد الاتصال اللي بعده. مدام امل من القاهره. قطع الاتصال. شكرا. طيب، فهو حضرتك احنا قلنا يعني ايه اللي بيخلي السكر يعلى؟ طيب، السكر عالي في الدم بدل مثلا الصايم ما بيوصل 110 اقصى حاجه. تمام. واللي بعد الاكل بساعتين اقصى حاجه يبقى 130 او 140. هل هنا بقى القصه قصه سكر عالي؟ لا، الاسباب اللي خلت السكر يعلى هي اللي بتدمر بقيه الجسم. تمام. يعني السكر هنا علامه، اشاره ان في اضطراب حصل، ان في اشياء متلخبطه ثانيه. طيب خلينا ناخدها جدلا ونوسع فكرنا كده ونقعد نتمعن المعنى ونشتغل. تمام. حاجه اسمها philosophy of medicine اللي هي فلسفه الطب، عشان بس نبسطها في يعني. اتفضل. خلاص. طيب. انا بحب عشان نفيد الناس. الاهتمام بال المريض. ناخد ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، اتفضلي يا ام محمود. عايز اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي يا ام محمود. اتفضلي. طيب، زي حضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. انا مريضه سكر ومريضه ضغط، فباخد كونكور 5 للضغط، وباخد علاج من على حسب الدولة للسكر. ف
فساعات بقوم من النوم كده عندي دوخه، ببقى واخداه برضو باخد العلاج، بس بقوم من النوم عندي دوخه، ساعات في وسط النهار بقى عندي دوخه، فانا ما ببقاش عارفه الدوخه دي جايه لي من ايه. طيب سيادتك الضغط اخر مره قستي امتى؟ نعم، اخر مره قست الضغط امتى؟ لا اخر مره قست الضغط دي من حوالي 3 شهور. كان كويس؟ كان الضغط كان الضغط كويس؟ مش عارفه لان انا بقيسه في المستشفى فما بيقوليش. الدكتور قال لك يعني سكت، ادام سكت يبقى كويس. ما اعرفش والله يا دكتور، انا بقيسه في المستشفى وانا باخد العلاج. سنك كام سنه؟ وهم بيصرفوا لي العلاج. سنك كام سنه؟ نعم؟ السن كام سنه؟ 57. وبتاخد العلاج حبوب ولا انسولين؟ لا حبوب. طيب كنكور 5 للضغط. لا ما انا خلاص. والسكر اسمه ايه الدواء اللي بتاخديه؟ ثواني حضرتك. طيب حبوب ولا كم يعني كم نوع للسكر؟ لا لا برشامه بيضاويه كده كبيره شويه اسمه ايدروفاج. سيدوفاج ولا اموفاج؟ لا ايدروفاج. ايه؟ ايدوفاج؟ ماشي ماشي باخده على نفقه الدوله. طب هقول لك حاجه، طبعا ما عندكيش جهاز تقيسي بيه السكر في البيت. ما عندكيش؟ لا ما عنديش. مفيش حد جنبك كده ولا حاجه عنده جهاز زي ده كده؟ لا لا لا. انا عايز اقيس السكر وقت ما يكون عندك الدوخه، او تجربي حاجه تانية. اما الدوخه تكون موجوده عند حضرتك جيبي معلقه سكر وخديها، لو راح يبقى السكر كان واطي. وفي الحاله دي كلمينا الاسبوع الجاي عشان نظبط لك العلاج الجديد، لان السكر كده يكون بينخفض عند حضرتك. تمام يا محمود، شكرا. خلي بالك يعني احنا بنجتهد اجتهاد شديد جدا. طبعا احنا يعني بناخد من بق العيان بالعافيه. لا اكيد. ويعني بصراحه بنلعب جيم جامد قوي. انا حاسس بيك والله. بتحاول تجتهد يعني بكل ما شغالين ال7 انش. تمام. ولذلك الراجل في اخ من اليمن عمال يكلمني، لو هو شايفني. انا متاسف جدا لحضرتك، انا عارف انك بتبعت لي كلام كتير قوي بقالك من الصبح. اخ اليمني، انا ما بردش على الواتساب ولا على التليفون. حضرتك اتصل بيهم دلوقتي ونحاول نتصل عليهم لان مش هقدر. صح. انت مش عارف انا مشغل كام مكنه دلوقتي، عارف الطياره وهي طالعه؟ ما إيه بتشتغل كام كام موتور؟ بتشغل ال4 مواتير. انا بعد ساعات يعني ببقى متدخل معاك في في في, في نص ساعه كده ولا ساعه من يومك العملي. الله يعينك. والله لا ما اقدرش انا اشغل المواتير دي بعد الناس. لازم هي دوبك الساعه فيه. دي لازم احس بكده. الساعه دي بعد كده لازم ننام. طيب مدام امل من القاهره، سلام عليكم. اهلا عليكم السلام. اهلا يا دكتور، ممكن اكلمه لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا اتكلمت الاسبوع اللي فات على الصباعي اللي هو السكينه اللي هي قطعته. فالمهم انا دهنت بالدهان اللي قلت لي عليه. بس اول امبارح لقيته وجع وسخن جامد، ولقيته واقف وورم شويه، يعني مش عارفه الجرح كيه. كان لامم 100% ولا مش لامم؟ لا لامم والله. بصي الكريم ده اللي انا قلت لك عليه، لو الصباع كان الجرح مش لامم 100% غلط، وانت قلت لي لامم. اوكي؟ انا معاك. طيب بصي بقى، هتاخدي حاجه اسمها هاي بايوتيك 1000 مللي جرام. ايوه. حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 4 ايام، الصباع ده هيبقى 100 100، وكملي على المرهم عادي. الف سلامه. شكرا شكرا استاذ عمرو. ناخد ام كمال. السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك، سمحت يا دكتور؟ نعم اتفضلي. عليكم السلام. اتفضلي يا ام كمال. ايوه يا دكتور، انا عندي جاي عندي رمضان دوخه وصداع جامد، وقست ضغط لقيته 80 50 دوخه. علاجي محلول. ضغط واطي خالص. ماشي. طيب دي مره واحده ولا جالك كم مره؟ لا جالي كذا مرة، ودلوقتي بقى لي 5 ايام عندي نفس النظام ده. سن كام سنة يا مو كمان؟ انا عندي 47. مش باين على صوتك ما شاء الله، انت مركبة زمارة. 27 27 47 صوت سبع... لا 47 بس صوت 47. انت مركبة بقى حاجة في الصوت الحقيقة يعني. طيب يا 47 سنة، وزنك كم كيلو؟ وزني 70. كويس. وطولك قد ايه؟ كل 150. الدورة منتظمة ولا قطعت؟ الدورة منتظمة. ايوه منتظمة. منتظمة. وحضرتك متأكدة؟ وباخد نقط كوراسول. استني بس، ما تنطيش على الكلام دلوقتي. سيبك من الشغل اللي هو بتاع المستوصفات ده.
دلوقتي حضرتك الضغط منخفض، اتقاس كم مره عشان اتقال عليه انه منخفض؟ انا جبت جهاز وبقيسه على طول. شاطره، بيطلع كام بقى؟ يعني اخر مره قيسته كان 170. وكان في اعراض وقت ما كان طالع 170؟ لا ما كانش في اعراض، بس كان فيها دوخه بسيطه. طيب امتى بتبقى، ما بتبقى 100% قست الضغط ومفيش اي اعراض عندك؟ اما بيكون 100 من 100 وقيس الضغط الاقيه 180 كده. طيب وقت ما بيجي لك الدوخه بقى الضغط بيطلع كام؟ الوقت بيجي لي الدوخه بيجي لي 70 50. طيب هتروحي اي معمل جنبك تعملي صايم كورتيزول الساعه 8 الصبح، واما تروحي المعمل مش تروحي تاخدي العينه على طول، تروحي كده يجيبوا لك دكه ولا كرسي تقعدي لك ساعه وانت من غير ما تاكلي، وياخدوا عينه ويقيسوا الكورتيزول في الدم، وبعدين تروحي مره تانية العصر تكوني برضو يعني ما اتغديتيش، وتروحي المعمل تقعدي ساعتين كده ولا ساعه تريحي، وياخدوا عينه تانية وبلغينا الاسبوع الجاي. الف سلامه. طيب شكرا يا ام كمال على الاتصال، بالشفاء ان شاء الله. ناخد التليفون من الدقهليه. استاذه سعاد، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي السكر وجسمي بقرص. جسمك ايه يا فندم؟ جسمك ايه؟ سعاد. لا الجسم، الجسم بيقرص. يعني حضرتك في تنميل ولا خدلان ولا حرقان؟ رجليا دي نار قايده وما بقدرش ادوس عليها، وجسمي بقرص خالص، يعني طول الليل زغزغه في جسمي. سنك كام سنه يا فندم؟ انا 54. وزنك قد ايه؟ انا وزني 95. حضرتك السكر الصايم بيطلع كام؟ انا ما حللتش بقاله فتره، انا بيطلع 280، السكر عالي بيبقى 500 وكده. طيب ما احنا احنا دلوقتي الهدف الاساسي نظبط السكر. بعد ما نظبط السكر الاعراض دي بنسبه 50% هتختفي. وفي الحاله دي يكون النجاح السليم، لكن لو ادينا ادويه انا ممكن اديك حاجات مسكنه واسيب النار تحت الهشيم. يعني انا ممكن اديك حاجات تخففك. بس ده هيبقى فيه خطوره بعد سنه بعد سنتين على القلب وعلى الرئه وعلى المخ وعلى الكبد وعلى الكليتين وعلى الاطراف. فيبقى انا كده بضر سيادتك. حضرتك دلوقتي بتاخدي علاج ايه عشان اظبط لك السكر؟ انسولين. اسمه ايه؟ ميكس تارد؟ قد ايه الجرعه يا فندم؟ باخد 5 الصبح، وامرار باخد بالليل، بس لو خدت بالليل بتعب قوي. يعني ايه بتتعب قوي؟ السكر بنخفض؟ بقى انت بتقولي 500 بعد الاكل وصايم 280 وبينخفض؟ وبتاخدي 5 وحدات الصبح بس؟ طب وظائف الكلى شكلها ايه؟ والله انا كنت محلله من سنه كانت حلوه. لا بص حضرتك احنا بقى المره دي مش هننفع، انت هتعملي لي يعني حاجات كده عاديه اللي هو وظائف الكلى اللي هي الكرياتينين، وهتعملي لي حاجه اسمها يوريك اسيد. انت بتسجلي حته من الحلقه كده بعد كده تشوفيها الاستاذ اسامه هيقول لحضرتك ازاي. تمام. وتروح للمعمل، هنعمل كرياتينين ويوريك اسيد وهيموجلوبين اي 1 سي وسكر صايم. ده انت هتروح له صايم، صايمه حضرتك، واعتقد كده كفايه عشان ما نكلفكيش، وكلمينا الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا شكرا استاذه سعاد على الاتصال. لان حاله عايزه شغل عاليه. ممكن توصل ل 500. لا لا لا، هي مشكلتها ان السكر بيبقى 500 وبعدين ينزل. فلازم وخمس وحدات انسولين، ده كلام فارغ. تمام يا استاذ سعاد، لو انت سامعاني وكل المشاهدين بتخش على الفيسبوك او اليوتيوب وبتصوري الحته بتاعتك بالفيديو وبتاخديها وتروحي بقى للمعمل للمعمل بتاعك. نعم. معنا الاتصال اللي بعده. سلام عليكم. ماشي معنا الحاج رشاد من سوهاج. سلام عليكم. اهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا بيكم الدكتور محمد، ازيكم؟ ازاي الحال؟ الله يبارك. تمام والله يا رشاد. الله. انا كنت من اسبوعين كده كلمتكم وسالت عن السكر اللي هو الوراثي اللي هو بشرطه ومن غير شرطه يا دكتور محمد، وبشكركم على الإجابة طبعا. المهم أنا عندي سؤال دلوقتي، أنا عندي الضغط. الضغط يا دكتور محمد أنا عندي يعني كل ما قيسه يطلع 120 على 80. طيب. ومع ذلك بيدوني علاج للضغط. هل ده مش مرتبط بالقياس ده؟ لا بص حضرتك، أنت بقالك قد إيه علاج بتاخد علاج الضغط؟
من حوالي 10 شهور كده. قست الضغط كم مرة عشان يكرروا ان ضغطك عالي؟ لا ده انا قسته كثير يعني. طيب. عدد كبير. يعني قست حوالي 5 مرات وكان الضغط عالي. ما كانش عالي لا، 120 على 80. بس حضرتك بتقول بتاخد علاج حاليا. ايوه الدكتور اداني علاج ليه. اسمه ايه؟ كونكورد و كونكور 5؟ مش متذكر هم 5 ولا 10؟ ها؟ 5 ولا 10؟ لا انا باخد اللي هو 1.5 ده، 1.25 تقريبا. في لا. نوع اسمه 1.25. اسمه ايه؟ كونكور 2.5 و5 و10. هجيب لسعادتك اسمه. اللي هو اسمه ترايتيس. نتعلم نقوله معلش. اه اتفضل. ترايتيس وبعدين تريتاس 1.25. بص بقى ترايتيس ده حضرتك 1.25 انت ممكن تشيله تطوحه كانك ما تاخدش دواء. هو الراجل كان قاب قوسين او ادنى مش واثق في كلامه. لو ما عندكش حاجه تانية خالص غير الضغط وقفه. الف سلامه. وكوليروز وفي نوع ثاني اسمه كوليروز. كمل لي. كوليروز والنوع الثالث اللي هو ايه؟ ايزا كارد. لا دول حاجات بتاعت قلبه وبتاع انا مش عارف. يبقى الحاجه إيه؟ بص ده دواء قلب اكتر منه ضغط. خلي كل الدواء زي ما هو. الف سلامه. حاج رشاد شكرا على الاتصال. اصل ادويه الضغط احيانا بنستعملها كعلاج للقلب. بس بجرعات صغيره. يعني مثلا الكونكور للضغط وللقلب. واخد بال حضرتك؟ نفس الدواء. نفس الدواء. لا ده كل ادويه الضغط تقريبا تنفع للقلب. بس بجرعات صغيره وصعب بجرعات كبيره. تمام. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذ ايمان من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم. اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي الدكتور معاكي. ايوه دكتور بعد اذنك يا دكتور. انا عامله من 3 ايام كده شويه تحاليل عامه يعني وطلع فيها انزيمات الكبد 145. الاس جي بي تي والاس جي او تي. الجي بي تي 145 والاي اس والجي او تي طلع 117. دي اول مره تعمليهم ولا عملتهم قبل كده سيادتك؟ لا اول مره يعني انا بعمل. لا عملتهم كتير قبل كده من فتره بس اول مره اعملهم من المره دي ويطلع عالي بالشكل ده. سنك كام سنه؟ 33. حضرتك وزنك قد ايه؟ 108. اتولدت فين؟ في القاهره. طيب بتعملي رجيم ولا حاجه؟ لا. بتاخدي اي ادويه؟ لا ما مسكنات لما احس بالصداع او اي حاجه. بتكلم ما قبل التحليل ده. ما قبل التحليل ده كنت لما يجي لي صداع سناني بتوجعني اخد مسكنات. لا يبقى اذا ما بتاخديش حاجه حاليا. مفيش حراره ما باخدش حاجه حاليا. لكن رحت للدكتور امبارح وكتب لي على انزيمات الكبد كتب لي اورسوفلاك. اورسف وعشان النقرس عالي شويه برضو كتب لي فوربيك 80. اليوريك اسيد كام عندك؟ اليوريك اسيد ثانية واحدة يا دكتور اطلعه بس. اليوريك اسيد طالع 7.1. الدورة قطعت؟ لا انا اصلا بطبيعتي من وانا بنت من زمان عندي الدورة مش منتظمة. انت انسة ولا مدام؟ لا مدام. وعندي ولد عنده 3 سنين. طب خلاص بقى مش مهم الدورة تيجي. هتيجي ان شاء الله تبقى كويسة وتخلفي تاني بس مش مشكلة. بص دلوقتي بص انا شايف الآتي. انا بس عايزة اهتم بالكبد والكلام ده. كلامك صح. وعملت تحليل اللي هو ال اتش دي ده. بشطر. طلع كام؟ طلع عندي 540. والطبيعي في المعمل ده كام؟ 240. طلع عندي 514 والطبيعي 240. طيب هتعملي حاجة اسمها اتش سي في. واخد بالك؟ وهتعملي حاجه كمان اسمها اتش بي اس اي جي. طلعيهم بقى بعد كده، اعملي لي دول وكلميني الاسبوع الجاي. ان شاء شكرا. الله. شكرا. والادويه اللي الدكتور اداها لك مش وحشه بس هي مش يعني مش هي الاساسيه في الشغل. تمام، شكرا يا استاذه ايمان. ناخد الاتصال بعده من منيا. الاستاذ سيد السلام عليكم. استاذ سيد. انا عندي الضغط والسكر. طب ماشي بس قبل ما نفتح اي حوار عندنا شرط. اقفل التلفزيون. اقفل التلفزيون. اقفل البانوراما اللي حوالين حضرتك دي. عارف احنا كاننا قاعدين على المحطه. لان الاستوديو عندنا هنا مش عندك انت. يا اهلا وسهلا استاذ سيد اتفضل. احنا المنيا. المنيا. اهلا وسهلا. بلد القمح. القمح.
تقريبا. لا 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 مش القمح. انا عندي الضغط والسكر. الو. ايوه معاك يا سيدي، بس الضغط والسكر الله يخليك اقفل التلفزيون، ما انت او ابعد عن التلفزيون وكلمنا من الموبايل لو سمحت. استاذ سيد انت سامعني؟ ايوه سامعك. اه طب استاذ سيد احنا مش هنسمع اي خلاص حاجه. خلاص يا عم سمعنا، خش بقى في الموضوع. اتفضل اتفضل. ضغط وسكر اتفضل. انا بقول لك انا عندي الضغط والسكر وعندي تنميله في الرجل. طيب سنه كم سنه يا استاذنا؟ عندي 64. ربنا يديك الصحة. وزنك قد ايه؟ وزني 106. طيب وطولك؟ والطول 170. ما شاء الله يعني فرعنا فرعنا. طيب السكر بيطلع كام الصايم؟ السكر مرات يرتفع ل 360 ولما اخد البرشام ما ينزل. طب ما تاخد البرشام عشان خليه نازل على طول، خد الحبوب عشان يفضل نازل. لا يعني في تنميله في الرجل. انا لسه جاي للتنميله اهو. اولا احنا عايزين اسمه الحاج ايه؟ سيد. يا حاج سيد احنا عايزين السكر الصايم على سن سيادتك يبقى 120 والفاطر ما يزيدش عن 150. لو مشينا كده لمده 3 اسابيع الاحتمال بنسبه 50% التنميل يروح والالم والحرقان. طيب اديك حاجه دلوقتي تساعد حديك، حاجه اسمها تجريتول، دواء رخيص وجميل 200 مللي جرام حبايه قبل النوم، ابدا بقى من دلوقتي. بس لو السكر قل هيبقى افضل ان شاء الله. الف سلامه عليك. شكرا شكرا استاذ سيد. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه نورهان سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو سمحت بس انا كان عندي سؤال معلش. اتفضلي. انا دلوقتي عندي 18 سنة تمام، وانا كل شهر بيطلع لي خريج في جسمي، خريج متكررة كل شهر يطلع لي واحد. المهم ايه، رحت عملت مزرعة دم طلع ما فيهاش اي حاجة. مين اللي طلب مزرعة الدم يا نورهان؟ نعم. مين اللي طلبها مزرعة الدم دي؟ دكتور الجراح. بس الكلام مش علمي قوي يعني، مع احترامي للزميل. انا بعد كده بقى رحت الدكتور جلدية. تمام، واعطاني حقن سلفن. حقن ايه؟ اخدتها لمدة 10 ايام. حقن ايه؟ واخدت مضاد حيوي اللي هو يا نورهان اسمه. طب استنى بس خلاص مش مهم، تقولي طول. طيب اتفضل. وشي مش عايز يروح. نعم. يعني انت بيجيلك خراريج في اماكن متفرقة من جسمك، في منطقة الاليا، في الثدي، تحت الباط، في منطقة. لا بيطلع لي في وشي وفي المؤخرة وفي جنب. بقى منطقة الاليا. اه الظهر بيطلع؟ لا. طيب في الثدي بيطلع؟ لا لا. تحت الباب بيطلع؟ لا. طيب يعني هو الوجه خراريج كبيره ولا حاجات صغيره كده فسافيس؟ لا لا خراريج كبيره بيطلع لي في وشي وفي المؤخره. طيب دلوقتي في حاجه منهم فتحتيها ونزلت صديد؟ كتير، بس اخر واحد ده مش هينفع افتحه عشان ده في وشي. مش مهم يا بنتي، انا دلوقتي بسال حاجات تانية خالص. انا بس عايز اعرف اعمل ايه علشان انا عايزاه يروح، عشان انا ما انت بتتصل هتعملي ايه يعني؟ انت بتتصل عشان يعني تاخدي علاج يعني. نعم. طب مش مهم، انت انسه صح؟ انسه. انسه. انا سمعت الكنترول بيقول انسه وانت لسه ما قلتيش. هي راحت الخط راح. انت ايوه انت معانا. طيب طب بصي انت وزنك قد ايه؟ انا وزني ممكن 45 كيلو. انت فايعه قوي. طولك قد ايه؟ طولي ممكن 150 130 طيب كده. الوشك فيه حب شباب؟ لا لا خالص خالص. طيب انت قلت حضرتك بيجيلك خريج، الخريج بقى لها مثلا 5 سنين بتيجي؟ ممكن بقى لها سنه ونص ولا حاجه. حضرتك بتيجي كل مثلا 6 شهور او 3 شهور؟ لا ده كل شهر بيطلع لي خرام. في ضغط عصبي عندك اخر الفتره اللي فاتت؟ لا. اوكي بتشغلي ايه ولا طالبه؟ لا لا انا قاعده في البيت دبلوم. طيب بصي صوره الدم اخبارها ايه؟ ما انا ما عملتش صوره دم، ما حدش طلب مني صوره دم. يعني احنا نعمل مزرعه دم للبكتيريا وده كلام مش وارد خالص ولا له اي لازمه ويكلفك. طب معلش انا اسفه، هي الحقن اللي انا اخدتها دي ما تطلعوش تاني ولا تطلعوا عادي؟ حقن المضاد الحيوي؟ سالبين. لا هي هتخففك الوقت ده، لكن تطلع تاني انا ولا غيري يقدر يحكم، لان هو هناك ربما يكون هناك سبب
بيساعد على ان المناعه بتاع جسمك ما تقدرش تقف قدام البكتيريا. السبب ده ايه؟ ممكن يكون في سبب ممكن ما يكونش، ممكن يكون الناحيه النفسيه بتاعتك مجرد ما تتظبط الدنيا تتحسن. اعملي صوره دم حضرتك اثناء الخراريج وبعد ما تخف وبلغينا بيها ان شاء الله. ألف شكرا سلام. شكرا استاذه ايمان. معانا الاستاذه ايمان وبعديها الاستاذه جيهان من القاهره. ناخد الاول الاستاذه ايمان. سلام عليكم. عليكم السلام. ايوه دكتور انا لسه مكلمه حضرتك، وحضرتك قلت تحليل الاتش سي في تحليلات الفيروسات عندي طلع نيجاتيف. الاثنين طلعوا نيجاتيف؟ اه. طيب هنضطر بقى نعمل حاجه تانية بتاعه المضادات، الاجسام المضاده اللي هي اسمها ايه بالانجليزي يا دكتور؟ طيب ايه بالانجليزي؟ طب عشان اقولها لحضرتك. انت عاملاها؟ انا عامله تحليل كامله. طب قوليها انا مش هتسمعني انا. طب يعني مثلا الفريتين عندي طالع 106، الفيروسات نيجاتيف، ال H1C طالع 5.5، CRP طالع 19.7. ما ده عالي ده مش كده؟ اه. الطبيعي كان 6 ولا 5 عندكم؟ الطبيعي 5. اه. بس في حاجه اسمها البي سي في طالع 45.9. باجد بي سي في ده جوه صوره الدم؟ اه هيموجلوبين. لا مش الهيموجلوبين طالع. لا 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 عدد كره الدم الحمراء كم؟ 14.3. لا ده نسبه الهيموجلوبين. هيموجلوبين اه. اه ماشي. اتش بي اه. وعندي السيرم توتال كوليسترول طالع 185. لا ملوش علاقه ده قوي، ملوش علاقه. بصي دلوقتي احنا عندنا انزيمات الكبد دي عاليه، ممكن يكون ده نوع طارئ جدا وهيخف لوحده، ما فيش داعي نكتر عليك التحاليل تاني. انت حضرتك خليك على الدواء اللي انت واخداه ده، ده دواء مش هو اللي هيخففك، لكن انا عندي امل ان الانزيمات دي هتنزل لوحدها خلال اسبوعين ثلاثه، شهر بالكتير. بعد شهر تروح حلل الانزيمين ثلاثه اللي انت عملتيهم، لو طلعوا عاليين نكمل بقيه الفحوصات اللي احنا عايزينها. ده الشغل اللي هو بنسميه ايكونوميك اللي هو الاقتصادي، عشان ما افتحش عليك فتحه ادفع لك كمان 1000 جنيه ولا حاجه. تمام. سلامة. شكرا يا استاذه ايمان، الف سلامه. ناخد الاستاذه جيهان. سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ست جيهان. حضرتك يا دكتور انا من فتره بعاني من السكر. السكر عندي 650. كم؟ كام يا مدام جيهان؟ حضرتك من امتى؟ نعم؟ لا السكر كام؟ 356؟ 356. اه 300؟ 356. اه ووطي التلفزيون برضو. ها؟ مش وطي. ايوه مع حضرتك كمان. تمام. من دلوقتي انا بعاني يا دكتور من الصداع شديد جدا. سنك كام سنه يا فندم؟ صداع يعني انا لفيت كتير على مخ واعصاب. سنك كم سنه يا فندم؟ سنك كم سنه يا فندم؟ يا استاذه جيهان، استاذه جيهان. نعم نعم. عشان بس الدكتور يعرف يرد عليكي، المهم ان الدكتور يرد عليكي عشان ننجز. سنك كم سنه؟ السن كم سنه؟ السن السن. نعم يا فندم. السن عمرك، عمرك كم سنه؟ 43. متجوزه وعندك عيال وعماله تقول لهم وطي التلفزيون صح؟ معلش الصوت بيقطع. نعم. طب وقفي في حته عشان الصوت يعرف يتكلم. نعم يا دكتور. ال 43. عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ مع حضرتك. عندك اولاد؟ ايوه عندي ثلاثة. وزنك قد ايه؟ وزني 100. طيب انت بتشتكي من صداع ولا من ايه فكريني؟ نعم. وزن يعني بتشتكي من ايه؟ لا ما انا مش هقدر. يا فندم اطلبينا تاني. استاذ جان لو سمحتي عود الاتصال تاني. اطلبينا بعد عود الاتصال. ناخد الاستاذه ايمان. سلام عليكم. انا اسمع ازيك معلش، بس انا عايزه اسال اخر سؤال. يعني هي كده في حاجه خطوره على الكبد او كده، او ده اشتباه كورونا او حاجه؟ عايزه اطمن بس ده سؤالي. لا بصي بقى خلاص كتر خيرك عشان بس هنطلع فاصل. اقفل يا استاذ وانا هجاوبها، اصل هنفضل نتصل ببعض كده. تمام. انت شكراً. فرصه لغيرك حضرتك. شكرا شكرا. بالنسبه للكورونا، مش الكورونا دلوقتي اللي بيهمنا في الدنيا ان احنا ما نشخصهاش، نقعد في البيت خلاص، ناخد الاحتياطات. يعني انا افرض شكيت في حد كورونا ما عندوش اعراض يقعد في البيت. صح. اخبر حضرتك. طيب الانزيمات عاليه ساعات بتعلى، بس مش هي الاساسيه، يعني مش هي اللي هتخوفنا. تمام. اللي بيخوفنا حاجات اخطر. هذا الكورونا بتموت من ثلاث اماكن، اللي هو الفشل التنفسي، اثنين فشل كلوي، ثلاثة توقف القلب.
الكبد يعني مش قوي، مش في الفيلم ده قوي يعني. اه اه حتى لو كان كورينو هيبقى هتروح زي ما انا قلت بعد ثلاث اسابيع. بس اخطر حاجه دكتور التنفس. لا والله لا، اللي بيموتوا بسرعه بيموتوا بالقلب طبعا يعني. تمام. التنفس ده بياخد فتره على ما يبان يعني. تمام. نستأذنك يا دكتور ناخد فاصل. اتفضل يا فندم. اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا مره تانية. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا استاذ حسام. احنا كنا بنتكلم ان ليه ان السكر ده عباره عن عرض وليس مرض. وعشان نفهم الموضوع ده بسلاسه وببساطه، لو انت حضرتك تخيلت ان معدلات سكر في الدم مثلا في واحد عنده 100 وفي واحد تاني عنده 200 وواحد عنده 500 وكلهم ما بيعملوش مشاكل يعني. تمام. خلاص الناس عايشه ان ده عنده 500 وده عنده 700 وده عنده 100 والكلام ده وكلهم عايشين ما بيجيلهمش مشاكل، لا في تأثيرات بقى زي اللي احنا عارفينها، لا العين بيحصل فيها نزيف ولا الكبد بيحصل له كذا ولا الكلى بيحصل فشل كلوي ولا القلب بيحصل له جلطات وما الى ذلك. تمام. خدوا ناخد الاستاذه امل وبعدها الاستاذ احمد. طيب استاذه امل وقتنا قرب كمان. وقتنا قرب. استاذه امل السلام عليكم. ايوه اتفضلي. انا عندي سكري عالي بقالي 8 سنين، كنت باخد وانا حامل الانسولين ورجعت دلوقتي باخد دوماكرون بس بيعلى. طيب بيطلع كام الصايم يا فندم؟ نعم. الصايم كام؟ بيبقى صايم 200 والفطر 300 350. سن كام سنه يا فندم؟ عندي 40. وزنك قد ايه يا فندم؟ 110. لا انا ما انصحش ناخد انسولين تاني، لان لو خدنا انسولين 110 دول هيبقوا كل سنه 120 130. لا انا دلوقتي رجعت للحبوب. ما انا فاهم يا فندم. الدايماكرون برضو بيزود الوزن على فكره. يعني في انواع بتزود الوزن وانواع ما تزودش الوزن. هل سيادتك عندك مقدره نكتب دواء يعني يكلفك حوالي 200 جنيه في اليوم في الشهر؟ لا 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 ما اقدرش. جانا الله في عونك. يبقى هتزودي حضرتك الدواء الرخيص الجميل اسمه سيدوفاج 1000 ملي جرام حبايه قبل الاكل 3 مرات في اليوم. والدايماكرون بتاخدي كام حبايه يا فندم؟ باخد سيدوفاج 850. كم مره؟ مره واحده. لا خليه 1000 3 مرات. هيسد نفسك. اسمعي، هيسد نفسك، هيخلي المعده ما تستقبلش اكل كتير، هيقلل الامتصاص، هتخسي ممكن شويه. والدايماكرون بتاخديه كام؟ 60 ام ار؟ 80 يا دكتور. كم؟ باخد 80. 80 80 مره واحده. باخدها مرتين، مره الصبح ومره المغرب. بس هو ده هيتخنك، بس ما اقدرش اوقفه دلوقتي. حابه تمشي ولا نايمه في البيت؟ لا في البيت. مستسهل الامر. طب هنقدر نمشي نص ساعه في اليوم؟ ماشي ما نمشي يا دكتور. طيب هتقدري تعملي شويه ريجيم عشان بس ما معناش فلوس وربنا يكرمك ويكرمنا؟ يعني اخد الدوماكرون؟ احنا انا عندي دواء ينزل لك بس هتكلف 2000 جنيه في الشهر. لا بس غالي عليا يا دكتور. الله يبارك فيك. فاحنا هنحاول ايه يعني، وتدعي ربنا وتقللي الاكل بنسبه 30%، تمشي كل يوم نص ساعه او ساعه يبقى كويس، ثلاثه حضرتك تخليك على الدايماكرون زي ما انت، مش عاوز اغيره لك عشان ما يبقاش غالي عليك اي دواء تاني، تزودي حضرتك الاموفاج ولا السيدوفاج ولا البتاع بدل 850 حبايه يبقى 1000 3 مرات في اليوم. والف سلامه عليك. شكرا. ثلاث اسابيع وتتصلي بينا لو لينا عمر ان شاء الله. انا لو مكانها مش همشي هجري. بالظبط كده. اما احنا هنعمل ايه؟ استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اتفضل. الحمد لله. الحمد لله يا فندم. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ مع سيادتك يا فندم اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك. انا كان سؤالي، انا اتبرعت لعمي من حوالي سنتين كده بفص كبد. يا فندم؟ فص كبد؟ جزاك الله خير. تمام. واخدت ادويه لمده شهر وبعد كده مفيش ادويه تاني لحد دلوقتي. طبعا. هل في اضرار مستقبليه حضرتك؟ بامر الله مفيش، لان انت راجل عملت. نعم. خير. بامر الله مفيش. ربنا يخليك يا دكتور. انت عملت خير وربنا سبحانه وتعالى يجازيك عليه ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. الف سلامه. شكرا استاذ احمد، بنشكرك على العمل الجميل ده. ناخد الاتصال بعد. استاذه اماني.
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور انا لحد الان يعني على عدم درايه، ما فيش اي مشاكل، بس في شويه حاجات كده عايز اعرف انا محتاجه اعمل ليها تحليل ايه، او يعني اتوجه للدكتور ايه بالظبط. حاضر معايا حضرتك. ايوه. يعني انت سنك كام سنه؟ طيب بس لو فتحنا لك انا التحليل. انا 37 سنه. نكلفك 10000 جنيه ولا 20000 جنيه كمان، الدنيا مفتوحه. عندك 37 سنة، أنسة ولا مدام؟ لا مدام، متزوجة وعندي 3 أطفال. الدورة منتظمة؟ لا مش منتظمة الصراحة. عايزة تخلفي تاني ولا خلصت الليلة؟ لا لا الحمد لله على كده. طيب غير منتظمة تتأخر ولا بتتقدم؟ بتتأخر شوية بتتقدم. هو أنا مركبة الكبسولة تحت الجلد اللي هي بتتاخد كل 3 سنين. منيلة بنيلة، مبوظة لك الشكل الهرموني، ما علينا. الوزن كام؟ الوزن 79. شكلك يبقى يعني معقول الوزن. يعني انت عايزه تعملي تحاليل عامه مش كده؟ طيب هو المشكله يا دكتور ان انا بقالي بتاع شهور يعني في تساقط في الشعر فظيع، ضوافري هشه جدا، هي بتطول بس هشه جدا زي ما اكون ورق، بتتني بسرعه، بصحى من النوم في ارهاق مزمن، هو مش كسل بس ارهاق مزمن، يعني على طول حاسه ان انا مرهقه. الضغط اخباره ايه؟ الضغط المفروض واطي شويه بس يعني ما بين الطبيعي والواطي. بالراحه عليا. الضغط كان قبل كده غير دلوقتي؟ والله هو مش فاكره الحقيقه الضغط. يعني انت مثلا من 3 سنين انت ولدت ورحت وانت بتحمامل بيقيس لك الضغط، هل الضغط اليومين دول اقل من قبل كده؟ يعني لا مش يعني ما عندناش في الطب يعني دي. السكر بيطلع كام؟ ما حللتيش ولا مره؟ لا سكر لا صايم؟ لا ما حللتش السكر خالص، بس هو انا يعني يعني انت عندك شويه ارهاق عامين كده مش عارفه سببهم ايه. ارهاق عام وتساقط في الشعر فظيع. طيب. بشكل مبالغ طيب. فيه يبقى فيش ورم في الرجلين ولا في الايدين ولا في الوش؟ لا لا خالص، بس في جفاف في العين شديد، جفاف في العين بشكل مستمر. الم في المفاصل؟ واوقات تميل كده في الاطراف، يعني صوابع ايدي صوابع رجلي. جوزك تعبك؟ لا لا الحمد لله ما فيش اي مشاكل نفسيه. طب بس ايه يعني عمال قالت كل حاجه وهي بقى داخله الدخله بتاعتها، خلي بالك من الدخله. ماشي. انا عايز اعرف بس شويه فحوصات كده وبعدين تطلع كل حاجه ده كله مره واحده. طب قولي سيادتك، قولي سيادتك. اتفضل. احنا طبعا انت فاتحه الكتاب قوي فاحنا هنحاول نعملها على جزئيات. تمام. هتعملي حضرتك سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين في معمل اي كلام، يعني ممكن تعملهم في البيت، ولو عندي دقيقه هقول لك ازاي تعملهم في اخر الحلقه، احنا شكلنا خلصنا. واخد بال سيادتك؟ وبعدين هتعملي حضرتك اس جي بي تي اس جي او تي دول الكبد وسيرم البومين. الحلقه بيسجل الكلام الفارغ ده. واف تي 3 واف تي 4 وتي اس اتش عشان الغده الدرقيه. وبيتهيألي كفايه عليكي كده دلوقتي، وكلمينا الاسبوع الجاي ان شاء الله. استاذه اماني شكرا، عشان نلحق ناخد الاستاذه شيماء. سلام عليكم. يا ست شيماء. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا حامل دلوقتي، يعني داخل على الشهر الرابع اهو، بس انا عملت تحليل غده، يعني هو سيرم تي اس اتش ده طلع 3.32 من 100، ده يعني مظبوط؟ عشان عين تكيس على المبايض. مش ربنا كرمك وانت حامل دلوقتي؟ انت حامل يا فندم؟ نعم. انت حامل مش كده؟ ايوه حامل، انا خلاص قفلت التالت اهو بفضل الله. وحضرتك دلوقتي عملت التي اس اتش طلع 3.4 من 10. الخط تمام. طيب اعملي اف تي 3 واف تي 4 وبلغينا بيه. تمام يا استاذه شيماء، شكرا، الف سلامه عليها. هي برضو عشان كده يعني برضو لازم تخلي بالها من السكر، تعمل طبعا. سكر صايم وسكر بعد بتاخد 80 جرام جلوكوز او ساعات بيدوهم 100 بعد ساعه، الحمام اللي بعد ساعه. تمام. وتعمله عشان السكر مهم. انا خلي بالك انا عندها تقيس في المبايض، يعني كان في مشكله في الحمله قبل كده، فده بنسميه بريشس بيبي. بريشس بيبي ده يعني ايه؟ طفل ايه بريشس يعني يا استاذ الانجليزي؟ ضغط. لا بريشس يعني بريشس يعني حاجه، بريشس حاجه غاليه. يعني اكسبنس. لا مش غالي. مش غالي بالفلوس يعني. عزيز او قيمه. قيمه قيمه. بريشس بيبي اللي هو الطفل القيم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى من عليها بيه بعد معاناه، فبنخلي بالنا شويه بنحط راسنا في عينينا. فهو التي اس اتش مش فاضي، مش كافي. تعمل تي 3 اف تي 3 واف تي 4 وتي اس اتش، هي عمليته ممكن تعيده تاني يبقى افضل. وتعمل سكر صايم وسكر بعد الفطار 100 جرام جلوكوز بساعه، وتبلغنا بيهم دول يعني عشان ما نكلفهاش كتير.
واخد بال حضرتك، وربنا يكرمها كده اكيد وكمل على خير ان شاء الله. وقبل ما نقفل يا دكتور محمد، احنا عايزين نبلغ برضو المشاهد نيابه عنك على في بدايه الحلقه ان المجهود اللي انت بتقوم بيه والضغط بتاع شغلك هو اللي بيخلي، عشان بس المشاهد ما يفهمش غلط او ما يفتكرش ان احنا ما بنحاولش نرد عليه او انت ما بتردش عليه، اليوم بتاعك من اول يعني لا هو بص ما شاء الله من ساعه ما لا استنى بس انا اللي هتكلم، انا هتكلم اتفضل. ما ينفعش واحد في مهنه اي مهنه يبقى شغال 24 ساعه صح، واخد بالك؟ احنا بنيجي هنا اللي عاوز يشوفنا، لكن في اخ برضه من اليمن شغال وانا شغال لما يتصل، انا عارف ان كل اتصال بيجي في قصاده 100 ما بيجوش، بس ما في ناس اتصلوا ثلاث مرات ما شاء الله، دول حاطين في ايدهم يعني الخط السلك مش يدوه مثلا بيوصلوا لنا هنا قاعدين منتظرين. لا هو اللي عايز حاجه ربنا بيوفقه فيها، وبعدين احنا بنطلع كتير اليومين دول ان شاء الله، لكن ارجو ما فيش حد يعني يحاول، انا مش عارف جابني بريت منين، يتواصل معايا لا بالواتس ولا بالتليفون، لا القرايب ولا الاصدقاء ولا المعارف ولا المرضى القدامى ولا المرضى الحداثه، انا ما بردش على الحاجات دي، ولاني بحب اريح دماغي، مخي بيتعب اما بتكلم طبعاً في الطب. من حق اي انسان يعني، والقناه كتر الف خيرهم، الناس بيجيبونا كل 3 4 ايام، بنشكر طبعا سعد الحميد وبنشكر اداره القناه أكيد. والناس متعاونين طرمح جدا طرمح، لان شايفين انها خدمه مفيده طبعاً. وربنا يشفي جميع ان شاء الله ان شاء الله، واللي بياخدوه هنا ان شاء الله مش هروح حته تانية بالمناسبه، عشان تكون عارف مش غرور اكيد، لا والله اكيد اكيد والله، وعلى ايديا وبسماع ودني والله، هي كلمه ان شاء الله يكون من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ناخد الدقيقة يا دكتور على اساس ان نخلي المريض او المشاهد يتمتع بال الدقيقة حضرتك نصايح. اتصلوا بينا حوالي 5-6 النهاردة بيقولوا ان عندهم مشاكل زي التنميل والخذلان او ونفس الناس دول سكرهم مش مظبوط. احنا الغاية الاساسية تظبيط السكر، بعد تظبيط السكر ربما العرض اللي هم بيشتكوا منه مش 100% هيروح، ممكن 50% منهم يروح، وبعدين الخمسين التانية ما يخفوش، بنقوم نزود الأدوية بعد كده. أنا ممكن أدي أدوية من الآن تخلي الأعراض اللي عندهم التنميل والخذلان والحرقان دي تروح مع إن السكر يبقى عالي، ولكن ده مش هيكون العلاج السليم، لأن كله هيبقى له مردود سيء في المستقبل. طيب هل ضبط السكر في مريض يعاني من تنميل وخذلان وحرقان هل ممكن يعني يدي نتيجة عكسية؟ يعني الألم يزيد، التنميل يزيد، الحرقان يزيد؟ نعم، لأن أنا ما بظبط السكر العصب اللي هو بيدي التنميل والخذلان والحرقان ده، أما بظبط له سكره بيبدأ ينشط ويبدأ يستفيق ويبدأ يشعر بالمشاعر، فالألام اللي هي كانت موجودة دي تزيد. تمام، هنا بتبقى علامة طيبة، هو هيجي يولع لي يقول لي ده أنت رجلية ولعت أكتر ده، بس أنا بنبسط إن العصب فاق، فيبدا عليا دور التاري ان انا ابدا اعالج له ده. هنبقى نبدا بقى المره الجايه عشان هي عايزه ايضاح احلى اكتر بكتير وشرح اوسع تفصيل اكتر ان شاء الله، تفصيل اكتر ان شاء الله. ايه رايك نسمع كلام وقف الحلقه ولا يلا خلاص يا اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه البرنامج كونسلتولي ميديسن، نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.